اهلا بكل مشاهدينا، وهذه الفقره من هنا مسبير. وادى الاستخدام المكثف من الطاقه التقليديه الى استنزاف المخزون بالاضافه الى الاضرار الجسيمه على البيئه. ده خلى العالم كله يتجه نحو الطاقه المتجدده، وبالتوازي تبنت مصر خطه طموحه للتوسع في الطاقه المتجدده متمثله في استراتيجيه الطاقه المتكامله والمستدامه حتى عام 2035. حول هذا الموضوع معانا النهارده ضيفنا في الاستوديو خبير الطاقات المتجدده الدكتور احمد حجازي. دكتور احمد اهلا بحضرتك معنا. اهلا بيك، اهلا وسهلا. دكتور احمد، بدايه يعني كيف تنظر الى اتجاه العالم نحو الطاقات المتجدده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا شايفين كلنا اللي حصل في التغيرات المناخيه الضخمه جدا اللي حصلت في العالم في الفتره الاخيره، من ارتفاع درجات الحراره وزياده هبوط هطول الامطار على بعض مناطق العالم، وحدوث جفاف في بعض مناطق اخرى، وتغيرات غير متوقعه تماما في الطقس طوال العام. ده نتج من ان حصل ارتفاع في درجات الحراره نتيجه استخدام الطاقات التقليديه او الطاقات الاحفوريه اللي رفعت درجه حراره الجو. ده ادى الى طبعا الى حصول ان العالم يبتدي يتجه انه يقلل من الاعتماد على الطاقات التقليديه ويستخدم الطاقات المتجدده. يعني هي ده اللي حصل في الفتره. صحيح. والمتغيرات المناخيه طبعا وكل المؤتمرات اللي احنا بنشوفها للحد من هذه الظاهره. طيب الى اي مدى دكتور احمد بتسير مصر في الخطوات نحو المزج ما بين الطاقات المختلفه وتحديدا استراتيجيه الطاقه المتكامله والمستدامه 2035 رغم التحديات؟ طبعا احنا مصر تسير في الاتجاه اللي بيسير فيه العالم كله دلوقتي. العالم كله بيتجه نحو طاقات متجدده. طبعا الطاقات المتجدده هي الطاقه اللي هو الموجود المخزون منها او اللي يمكن اخذه منها اقل بكتير من اللي هو بينتج اصلا بالطبيعه. يعني الشمس مثلا احنا بناخد اجزاء ضعيفه جدا منها وهي بتنتج كميات ضخمه جدا من الطاقه. فاحنا طبعا في مصر مشينا زي ما العالم اتحرك في نفس الاتجاه، وابتدينا نحاول نعمل مزيج من الطاقات المتجدده مع الطاقات الاحفوريه او الطاقات التقليديه اللي هي الغاز الطبيعي والبترول، وطبعا في دول تانية في الفحم. لكن ان شاء الله انا اعتقد ان مصر سباقه في هذا المجال في جميع المجالات. ومصر خطت خطوات قويه جدا في هذا الاتجاه مقارنه رغم بالمحيط. التحديات يعني في السنوات الاخيره طبعا يعني برغم التحديات اللي واجهت مصر من ايام الثوره اللي حصلت والمشاكل الاقتصاديه الضخمه جدا اللي وقعت فيها مصر، وجائحه كورونا طبعا يعني وجائحه كورونا قعدت لنا سنتين كمان او ثلاث سنين عامله لنا مشاكل، ومع ذلك مصر ماشيه بخطه ثابته وقويه، ومش هنقول انها بطيئه لا، بل بالعكس خطه سريعه في اتجاه انها تستخدم. دكتور احمد، الاستراتيجيه بتهدف الى الوصول بنسبه كام في الميه من الطاقه المتجدده؟ المفروض ان احنا على 35 ان شاء الله سنه 35 هنوصل لحوالي 42% من الطاقه المنتجه في مصر طاقة تنتج من مصادر متجددة. لكن إن شاء الله أنا عندي أمل إن الرقم دوت هيكون قليل عن هيكون قليل عن اللي إحنا هنوصله إن شاء الله. أهم بقى مصادر الطاقات المتجددة في مصر، يعني أكيد الجميع بيتساءل هل إحنا قادرين إن إحنا يعني نستغل مواردنا الطبيعية بشكل الأمثل؟ والله إحنا لسه بعيد قوي عن استغلال مصادرنا الطبيعية، لكن طبعًا في حاجات كتير بتحد من هذا الموضوع، يعني عوامل اقتصادية وعوامل سياسية وعوامل جغرافية. لكن خلينا نقول ان المصادر الطبيعية مصادر الطاقة المتجددة اساسا الموجودة في العالم هي مثلا عندنا الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة الامواج، طاقة باطن الارض، طاقة الطاقة الكهرومائية، طاقة المخلفات الزراعية، طاقة المخلفات المنزلية، بنستخدم المخلفات في ان احنا نولد طاقة منها، في طبعا الطاقة النووية، كل انواع الطاقات ديت، وطاقه الفحم بنستخدم الفحم كمان في انتاج الكهرباء. فكل الطاقات ديت موجوده في العالم والعالم بيستخدمها، وفي حاجات اكتر من كده كمان. لكن احنا بنتكلم على ايه؟ الميزه النسبيه لبلدنا هي الطاقه الشمسيه رقم واحد. طاقه الرياح طبعا تاتي في المرتبه الثانيه، لكن انا بنتكلم على الطاقه الشمسيه لان مصر كل جزء فيها قابل ان يركب فيه محطه طاقه شمسيه وتنتج كهرباء وبصوره مرضيه واقتصاديه. يعني ما عندناش مناطق فيها غيوم مثلا زي مناطق اللي موجوده في 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 الاكويتور اللي هو خط الاستواء. خط الاستواء الدول اللي واقعه على خط الاستواء عندها مشاكل كبيره جدا في ان معظم السنه ما عندهمش شمس، على عكس الناس ما تتخيل يعني. لكن مصر بتقع في منطقه الحزام الشمسي، وكمان مصر بالمشاركه مع في الجنوب منها مع السودان وتشاد وليبيا
عندهم اعلى معدلات اشعاع شمسي موجوده في العالم كله. وبالتالي احنا لازم نستفيد من هذه الطاقه، الميزه النسبيه اللي موجوده عن العالم كله، في ان احنا نبتدي نستخدم الطاقه الشمسيه في ان احنا ننتج طاقه نظيفه وفي نفس الوقت صديقه للبيئه وبتكاليف اقل ما يمكن، لانها وحده انتاج الطاقه بتكون اقتصاديه بشكل ملموس يعني. عايزين نتكلم برضو بالتفصيل عن مجمع بنبان، يعني احد اهم المشاريع الخاصه بالطاقه الشمسيه، يعني كلمنا دكتور عن المجمع والطاقه الانتاجيه للمجمع. مجمع بنبان هو مجمع يقع في جنوب مصر حوالي 70 او 75 كيلو شمال غرب اسوان. المجمع دوت من كان لحد قريب هو من اكبر، مش هنقول بقى مزارع يعني مزارع الشمس، لكن هنقول عليه متنزهات الشمس في العالم. هو متنزه يعني متنزه كان احنا زارعين شجر شمس في شجر خلايا شمسيه. فطبعا هو حاجه ضخمه جدا، مساحته تقريبيه حوالي 37 او اكثر من 37 كيلو متر مربع. تكلفه استثماريه كبيره طبعا، تكلفه استثماريه وصلت لحوالي 4 مليار دولار. رقم كبير جدا، وهو ملك للهيئه لهيئه الطاقه الجديده المتجدده، وشاركت فيه شركات عملاقه في العالم عشان يتم الانتاج بهذا الشكل وبهذا الضخامه وفي الفتره القليله ديت. وطبعا من كبر حجم المحطه يمكن رؤيتها من الفضاء، يعني ممكن المركبات الفضائيه ممكن تصورها وبسهوله وتتعرف عليها بسهوله من حجم او من كميه الضخامه بتاعتها. طبعا ضخمه جدا، محطه كبيره جدا ومن الاكبر في العالم، وبتنتج طاقه. طبعا بنتكلم على طاقه حوالي 4 تيرا وات في السنه. يعني محطه ضخمه جدا جدا، وساهمت طبعا في تحسين انتاج الكهرباء في مصر في الفتره اللي فاتت. يعني ليها اهميه اقتصاديه كبيره. ليها اهميه اقتصاديه كبيره، وفي نفس الوقت ده بتدل على ان مصر قابله انها تستقبل الاستثمارات الضخمه دي، وانها بتنجح كمان على ارضها. يعني ده معامل جذب للمستثمرين. لو عايزين تشتغلوا في الطاقه المتجدده، مصر تقدر تشيل احجام بهذه الضخامه. وطبعا زي ما احنا عارفين ان في المحيط بتاعنا كله ما فيش محطه بهذا الحجم. ما فيش حد عمل حاجه بالضخامه دي. يعني هل مع نجاح مجمع بنبان نقدر ان احنا نعمل مجمعات اخرى على غرار يعني نجاح هذا المجمع؟ احنا في انتظار ان تيجي. طبعا يعني احنا عارفين، يعني زي ما حضرتك قلتي كنا بنتكلم دلوقتي على موضوع المحطات الرياح. نعم. وطبعا اعتقد ان الاستثمارات الضخمه اللي هتتحط في المحطات ديت هتعود بعائد استثماري كويس. في محطه رياح جديده يعني كانت في سوهاج، والحقيقه انا كنت مستغربه من ان احنا ليه سوهاج بالتحديد، وعلى اي اساس بيتم اختيار الاماكن اللي يتم فيها محطات الرياح؟ يعني هو سؤال حضرتك سؤال مهم جدا، لانه محطات الطاقه الشمسيه في اي مكان في مصر ممكن تتركب بدون اي دراسات. يعني احنا عارفين ان مصر اطلس الشمس بتاعها في كل مغطيها ممكن تماما. البيوت كمان اي مكان، احنا مش مستخدمين ده يعني، حتى يعني كل منزل ممكن ان هو يستخدم الطاقه الشمسيه. دكتور، هو كل منزل ممكن يستخدم الطاقه الشمسيه، بس في عوامل اقتصاديه بتخش في الموضوع. ازاي بقى؟ تكلفه الكيلو وات، رغم ان احنا بنشتكي كلنا من الكهرباء، صحيح، لكن تكلفه الكيلو وات الحقيقيه بتاعتنا احنا منخفضة جدا عن تكلفة الكيلو وات في أي مكان تاني في العالم. وبالتالي لما أي مكان تاني في العالم يكون 3 أو 4 أو 5 أو 10 أضعاف تكلفة الكيلو وات في مصر، لما يركب محطة طاقة شمسية عنده هيبقى اقتصادية. لكن في مصر لو ركبت محطة طاقة شمسية والتكلفة منخفضة بهذا الشكل، يعني الناس ممكن تزعل مني تقول لي أنت بتقول محطة التكلفة منخفضة. تكلفة الكهرباء عندنا في مصر ما زالت منخفضة جدا عن حتى مع غلو الأسعار. حتى مع غلو الأسعار حضرتك أنت بتتكلمي، يعني لما بتحوليه بالدولار هتبقى حاجة بسيطة خالص، يعني بتتكلمي في كلام فاضي يعني. عشان كده هو لما يركب محطه طاقه شمسيه، محطه طاقه شمسيه تكلفتها عاليه، وبالتالي لما اقارنها بالكهرباء بتاعت الحكومه اقول لك لا، ده الكهرباء الحكوميه ارخص. لكن ده ما يمنعش ان في اماكن بتحتاج هذا الموضوع بشده، زي مثلا المناطق البعيده عن امداد الكهرباء. وبالتالي الكهرباء بالنسبه له بالطاقه الشمسيه هتبقى اقتصاديه. لكن ما جيش في بيت في وسط شبرا ولا في وسط المعادي واقول له انت هتركب محطه طاقه شمسيه. لكن اي يعني مكان بيكون بعيد عن الكهرباء بالنسبه له الطاقه الشمسيه ممكن تشتغل معاه كويس اقتصاديا. لو نظرنا لها من وجهه نظر اقتصاديه، هي طبعا هتكون اقتصاديه تماما معاه، لان هو مش هيجيب مولد ديزل هيبتدي يقعد يشغل فيه ويعمل مشاكل واعطال ويشتغل نص اليوم ونص اليوم. لا، محطه طاقه شمسيه هتشتغل معاه 24/7، هتشتغل معاه على طول بدون مشاكل، بدون توقف، بدون اعطال، بدون توقف. ده بالنسبه للطاقه الشمسيه. بالنسبه بقى لطاقه الرياح، طاقه الرياح ليها يعني مناطق معينه ممكن نحط فيها يعني محطات طاقه الرياح؟
على عكس الطاقة الشمسية، طاقة الرياح بتحتاج لدراسات لا تقل عن عامين. يعني اي نقطه هنركب فيها محطه طاقه شمسيه، عشان كده اتعمل حاجه اسمها اطلس رياح مصر، زي ما اتعمل اطلس الشمس مصر. اطلس رياح مصر بيحدد الاماكن اللي فيها يمكن تركيب محطات وتنتج طاقه بصوره اقتصاديه، او ايه او بنسميها سرعه رياح اقتصاديه. يعني انا ممكن اركب محطه رياح في مكان بتيجي هبات رياح فبتلف المروحه كتير وبعد كده بتقعد واقفه يومين ثلاثه، او في نفس الوقت ما الرياح نفسها ما بتبقاش مستمرة بحيث انها تحافظ على سرعة منتظمة او شبه منتظمة للمراوح بتاعت التوليد. عشان كده لازم يتعمل حاجة اسمها دراسات للرياح عشان خاطر احدد المكان اللي هركب فيه محطات الطاقة الشمسية. طب دراسات الرياح ممكن تتأثر برضو بالمتغيرات المناخية؟ يعني ممكن يتم عمل دراسات ويحصل متغيرات مناخية فيحصل حتى تغيير في الدراسات دي؟ اكيد اكيد، لكن طبعا الرياح اقل. الرياح يعني انا عايزين برضو نوضح الفكرة، الرياح دي جاية منين اساسا؟ هي برضو جايه من الشمس. يعني الشمس هي مصدر كل الطاقات اللي احنا بنتكلم عليها. يعني الشمس لما بترفع درجه حراره مكان معين فبترفع درجه حرارته مقارنه بالمكان اللي جنبه، فبيبتدي يحصل فرق في درجات الحراره، فرق في كثافات الرياح، تبتدي تتحرك الرياح. لما تتحرك الرياح هتبتدي تتحرك نتيجه ارتفاع وانخفاض درجات الحراره في المحيط بتاعها. فطبعا اكيد التغيرات المناخيه هتاثر عليها، لكن مش بالصوره اللي بتاثر بيها، مثلا بتاثر بيها الامطار او بتاثر بيها السحب او بتاثر بيها الجفاف والفيضانات. لكن طبعا هتتاثر اكيد. لكن عشان كده لما بنقول ان احنا بنعمل دراسات، بنعمل دراسات سابقه في الفترات السابقه، فترات لا تقل عن 10 سنوات، نحدد فيها ان سرعه الرياح في هذا المكان اقتصاديه، وفي نفس الوقت دراسات حاليه لمده عامين على الاقل عشان نقدر نقول ان الويندو، حاجه اسمها الويند روز او زهره الرياح، نقدر نعرف الرياح جايه منين، الاقتصاديه بتاعتها ازاي، عشان لما يتعمل التصميم يتعمل التصميم بطريقه سليمه ونقدر نطلع منها كهرباء بصوره اقتصاديه. يبقى بناء عليه اكيد تمت هذه الدراسات قبل يعني ما يتم اختيار سوهاج كمحطه رياح. بالتاكيد لان احنا بنتكلم عن يعني طاقه انتاجيه كبيره للمحطه في سوهاج. المحطه بتتكلم في 5 جيجا وات، يعني 5 جيجا وات ده رقم كبير جدا، 5 جيجا وات ساعة ده رقم كبير. احنا محطة الزعفرانة مثلا 550 ميجا وات، يعني نص جيجا. محطة اسمها ايه بالزيت، جبل الزيت 1.2 جيجا وات. لكن احنا بنتكلم بتاع سوهاج دي 5 جيجا وات، دي مرحلة أولى. يعني ابجريدبل هتوصل ل 10، يعني بتتكلم في رقم كبير. اذا كنت حضرتك عارفه ان مصر انتاجها كله من الطاقه، كل انتاجها الساعي من الطاقه حوالي 54 جيجا، فتخيلي ان بس هنركب محطه طاقه شمسيه هتطلع 10 جيجا وات، ده رقم خيالي، يعني رقم كبير جدا. وفي دوله في الظروف الاقتصاديه بتاعتنا وفي المشاكل اللي العالم بيمر بيها ونعمل محطه بهذا الشكل، فطبعا ده يعني حاجه تحسب لمصر بشكل كبير قوي في العالم كله. يعني طيب دكتور احمد، عايز اعود للحديث عن الطاقه الشمسيه، هل تكنولوجيا الطاقه الشمسيه في مصر مكلفه، وهل لا تزال الطاقه الشمسيه في مصر بحاجه الى دعم؟ الحقيقه يعني طبعا احنا بنتكلم على الطاقه الشمسيه من اكتر من 10 12 سنه، بنتكلم على ان احنا كنا محتاجين ان احنا ننشر في الاول معرفه الناس بالطاقه الشمسيه. يعني لما كنا بنطلع في التلفزيون في سنه 2010 2011 ما كانتش الناس لسه عارفه يعني ايه طاقه شمسيه، او معظم الناس ما كانتش فاهمه ايه هو. لكن مع الوقت ابتدت الناس تعرف ايه هي الطاقه الشمسيه، وبعديها طالبنا بان يتشال الجمارك وتتقل الضرائب على استيراد مكونات محطات الطاقه الشمسيه بالذات والطاقه المتجدده عموما. وفعلا حصل الكلام اللي هي الالواح والخلايا، الالواح اللي هي الخلايا، وفي نفس الوقت الانفرترات او الاجهزه التحويل ان احنا نزود المكون المحلي. الحقيقه في محاولات كتير جدا لتزويد المكون المحلي، لحد دلوقتي احنا مش شايفين نتائج حقيقيه. يعني طبعا الصين محتكره الموضوع في العالم، لدرجه ان الصين سحبته من كل دول العالم بما فيها الدول المتقدمه. يعني كل مصانع تقريبا تقدري تقولي ان 95% من مصانع انتاج الخلايا الشمسيه دلوقتي موجوده في الصين. وبالتالي الصين مش سهل انها تتنازل عن حاجه زي كده لدوله زينا. يعني انا محتاجه مننا اراده سياسيه طبعا موجوده، لكن محتاجه قوه وعزيمه واراده ان احنا نبتدي نزود في المكون المحلي، نبتدي ننتج من الرمل، من الرمال اللي عندنا اللي موجوده في صحراء سيناء وفي جنوب الوادي، نبتدي ننتج منها
ال 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 الحرائق الشمسية. يعني مصر مؤهلة يعني مع عندنا الخام بتاعها وعندنا النو هاو كمان. عندنا النو هاو بس فلما اجي اقول انا هعمل مصنع، طب المصنع دوت تكلفته قد ايه وهيجيب عائد قد ايه وهيعمل استرداد لراس المال قد ايه، عمليه اقتصاديه بحت. فلما يجي مستثمر يجي يحسب الموضوع يقول لك لا ما الصين بتنتج انتاج ماس برودكشن ضخم جدا وعندها اسواق كتير جدا في العالم تقدر تبيع، لكن مصر هتبيع لمين؟ فلازم يتوجه تفكير المستثمرين ان احنا المفتاح او احنا الباب الرئيسي بتاع افريقيا كلها والشرق الاوسط. وبالتالي انت لما تيجي تعمل محطه هنا انت هتعملها صحيح. مش هتعملها في مصر الشمسيه، يعني حتى مجمع بن بان بيعتبر الاكبر في الشرق الاوسط في افريقيا. يعني ومن ضمن الاكبر في العالم كله. من ضمن الاكبر في العالم. هو كان لحد قريب الاكبر في العالم لحد ما طبعا في دول تانية ابتدت تنافسنا فيه. لكن مش هي دي المشكله، المشكله انك انت لما تيجي تشتغل في حاجه زي كده في مصر انت مش بتعمل لمصر. انت بتعمل لكل افريقيا والشرق الاوسط، لان مصر هي البوابه الرئيسيه بتاعه افريقيا. فانت لما تعمل حاجه زي كده عندك قناه السويس وعندك البحر الاحمر وعندك البحر الابيض المتوسط وعندك طرق نقل والخط الجديد النقل اللي موجود من مصر لحد كيب تاون في جنوب افريقيا، كل الكلام ده تقدر يعمل عمليات توزيع كبيره جدا. يعني انت لما تعمل منتج هنا في مصر هتقدر توزع في كل مكان في افريقيا بمنتهى السهوله، وفي اتفاقيات كتير بقى، اتفاقيات الايجاد واتفاقيات كذا اتفاقيه معموله بعد بين الدول الافريقيه من خلال الاتحاد الافريقي، بحيث ان احنا نقدر نسوق للمنتج بتاع المستثمر ده في صحيح. افريقيا كلها مش في مصر. هل البنيه التشريعيه في مصر جاذبه للاستثمار في مجالات الطاقه المتجدده بشكل عام؟ انا والله مش مؤهل قوي، انا مش مؤهل انا اتكلم في البنيه التشريعيه، لكن انا طبعا شايف يعني نظري كمواطن عادي في اقبال من المستثمرين يعني في ان هم يشتغلوا في المجال ده. والله انا شايف ان في اقبال بس الجذب لسه مش بالدرجه الكافيه، لان انا شايف ان في ناس كانت بتيجي كتير في الفتره اللي فاتت عايزه تشتغل في الطاقه المتجدده، لكن في معوقات، بيشوف معوقات وبيشوف حاجات معينه. هو وجهه نظره طبعا راس المال جبان وعايز يخش في مكان يضمن انه يكسب. مش هيخش عشان خاطر عيوني. هيخش عشان خاطر يكسب ويزود الاستثمار بتاعه. فهو لما بيخش في حاجات معينه محتاجه من الاقتصاديين بتوعنا والسياسيين بتوعنا انهم يحاولوا يقللوا المشاكل اللي بتواجه الاستثمار في مجال الطاقه بالذات، تذليل العقبات اللي هي اللي الدوله بتشتغل يعني فيه في الفتره الاخيره. هم شغالين فيه طبعا بقوه، لكن احنا مستنيين اكتر من كده. لان مجرد ما هيحصل ان احنا نوصل لنقطه التعادل مع دول زي زي مثلا الامارات ولا سنغافوره ولا ماليزيا مثلا، نوصل معاهم نقطه التعادل هتبص تلاقي احنا بنجذب استثمارات زيهم واكتر منهم، لان احنا موقعنا استراتيجي اكتر من اي حد في الدنيا. وبالذات لو هنتكلم على الطاقه الشمسيه اللي هي دي اللي تعتبر الميزه النسبيه الكبيره في مصر. انا عندي ميزه، مش موجوده عند حد. انا عندي طاقه شمسيه وعندي عماله كمان، عندي عماله. يعني الناس ما عندهاش بتضطر تستورد عماله، انا عندي عماله سهل جدا ان انا ادربهم. يعني موضوع بن بان دوت لما اتعمل تخيلي عشرات الالاف من الشباب اتدربوا على تكنولوجيات بتاعت الفضاء اللي هو الطاقه الشمسيه تكنولوجيا فضاء، فدخلنا في مرحله تانية خالص في تدريب الشباب، ودخلنا في حاجه اسمها حوكمه العداله الاجتماعيه. يعني انا بقى عندي عداله اجتماعيه، بقى الولد بيخرج مش لاقي شغل، لا يا حبيبي تعالى الناس بتوع المنطقه الصعيد اللي في النقطه دي تعالوا اتعلموا اتدربوا، بقى عندنا عمال مهره في مجالات مختلفه بتخدم على على موضوع الطاقه الشمسيه. فعشان كده احنا اللي احنا بنتكلم عليه ان احنا جذب الاستثمار في هذا المجال هيفتح ابواب كتير جدا للبطاله. ومعنى مجمع بن بان ممكن يبقى على غرار مجمع بن بان يبقى في مجمعات اخرى طبعاً بنفس الضخامه واكبر منها. ايه اللي يمنع؟ ايه اللي يمنع؟ طبعا يعني في ناس هتقول لي شبكات النقل، طب ما احنا بالتواكب معاها احنا بنطور شبكات النقل بتاعت الكهرباء، فانا عندي كميات كهرباء كبيره هتطلع. كميات الكهرباء الكبيره هتطلع ديت عايزه تتنقل في كابلات. فالكابلات ديت لازم يكون في كابلات مؤهله انها تقدر ترفع تاخد الطاقه ديت وتنقلها. وبعدين انا لما اطلع طاقه زي ديت مش حكايه مصر بس، انا مصر عندي فائض دلوقتي في الكهرباء. عندنا حوالي 9 ل 12 جيجا وات في الساعه زياده. في دول حوالينا محتاجه يتم التصدير، ويعني في مشروعات ربط كهربائي يعني كتير ما بين مصر ودول اخرى. دكتور احمد، ازاي شايف اهميه فكره ان سعر الطاقه المتجدده يكون منافس كمان لسعر الطاقه الاحفوريه؟ اعتقد انها سعرها بقى اقل من سعر الطاقه الاحفوريه في بعض الاحيان. يعني الطاقه المتجدده بتاع الطاقه الكهرومائيه او بيسموها الكهرومائيه اللي هي ايه، الطاقه المائيه الكهربائيه، سعرها ارخص ما يمكن. زي ما موجود عندنا في خزان اسوان والسد العالي. لكن الطاقه الشمسيه على المدى الطويل سعرها بيكون ارخص.
يعني يعني على المدى الطويل يكون سعرها ارخص، لان احنا عملنا حسابات في حاجات مجالات كتير في هذا المجال، لكن على المدى القصير لا. المدى القصير مشكلتها ان الانشاءات بتاعتها مكلفه، الانشيشن كوست بتاعتها او الانشاءات تكاليف الانشاء بتاعتها مكلفه. ليه؟ لان انا ممكن بعمل محطه كبيره تكلفتها كبيره وبتقعد عندي شغاله 25 سنه. فلو حسبت التكلفه دي 25 سنه بالتاكيد هتكون ارخص بكتير جدا من التكاليف بتاعت الطاقه الاحفوريه. لكن المشكله ايه بقى؟ انه ما بتيجي تبتدي حاجه زي كده لازم تكون في معونه من بنوك او عمليات تمويل عشان ابتدي اقدر احط رجلي على هذا المجال. وعشان كده كان في اهتمام بالامور دي في كوب 27 في طبعا صحيح. كان حاجه اساسيه في كوب 27 وكل الكوبس اللي قبليها كان طبعا الاهتمام بالعمليات التمويل لان دايما بالذات الاقتصاد الاخضر يعني ما هو الاقتصاد الاخضر تكلفته عاليه تكلفته المبدئيه عاليه لكن على المدى الطويل هتبص تلاقي ان تكلفته بتنخفض بشكل جميل جدا. يعني احنا قريب كنا بنعمل تجربه مثلا في قطاع البترول وعملنا سيستم ان احنا نشغل مولدات الكهرباء اللي بتطلع البترول بالطاقه الشمسيه. فلقينا مثلا انه معدل استرداد راس المال من وفره التكاليف بتاع الطاقه الشمسيه مقارنه بالوقود الاحفوري سنه ونص. يعني حضرتك لما تقولي سنه ونص رجعت ثمن المحطه اللي انا ركبتها صحيح في مقابل ان انا اقعد بعد كده بقيت ال 25 سنه بشتغل ببلاش. يعني حاجه مذهله يعني صحيح. لكن طبعا في قطاعات ثانيه زي القطاعات الصناعيه ممكن توصل لخمس سنوات. في مثلا القطاع الزراعي مثلا لما بيركب محطه طاقه شمسيه توصل لحوالي سنتين او سنتين ونص. يعني احنا بنتكلم عن استخدامات الطاقه الشمسيه في كل المجالات المختلفه، في كل مجال. هي يعني هي الطاقه الشمسيه، اصل الطاقه الشمسيه مش بس طاقه الكهرباء اللي احنا بنطلعها. الطاقه الشمسيه ديت عباره عن نبات لما بيطلع، ما هو بيطلع بطاقة الشمس. اللون الأخضر اللي فيه دوت بيجي من الشمس، الكلوروفيل. البترول اللي موجود في الأرض ده ما هو جه نتيجة إن نباتات تحللت وحيوانات تحللت اللي هي كانت أصلاً عايشة على الشمس، فهي الشمس هي الأساس في ده كله. فإحنا بنجي نتكلم طاقة شمسية، الطاقة الشمسية أساس كل الطاقات الموجودة في العالم. ماذا عن خطة الدولة بالاعتماد على الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار؟ طبعاً أنا أعتقد إن ده من أنجح التطبيقات اللي اتعملت في مصر يعني في الفترة اللي فاتت. طبعا يعني انا يعني كان ليا الفرصه ان انا اعمل اول بير يعمل بالطاقه الشمسيه في مصر كلها. عملته سنه 2013 وفتح وزير الزراعه ساعتها في مارس 8 مارس 2013 كان اول بئر بهذا الحجم يعمل بالطاقه الشمسيه. وساعتها خدتها وكالات الانباء في العالم كله نقلت الموضوع. يعني كان سبق كبير قوي ان الفلاح هل هيقدر الفلاح هيقدر يستخدم تكنولوجيا الفضاء في انه يستخدم التقط عليه النهارده اتفرجي امشي على الطرق الصحراويه وروحي سوهاج وروحي الواحات روحي تلاقي الفلاحين بيتعاملوا مع الطاقه الشمسيه كانه بيتعامل مع يعني حاجه زي مثلا لعبه صغيره بيشتغل فيها. اكيد دورات تدريبيه ودي عملنا دورات في البدايه. اتعملت دورات تدريبيه، يعني انا كنت رئيس جمعيه اسمها جمعيه مصر الطاقه الخضراء. كان مهمتنا ان احنا نعرف الناس في 2011 و2012 يعني ايه طاقه شمسيه. دلوقتي مش محتاجين دوره تدريبيه، ما كل فلاح شايف جاره مركب محطه طاقه شمسيه بيقول لي انا عايز اركب محطه طاقه شمسيه. انا فاكر يعني في سنه 2013 اول ما ابتدينا نشتغل في الموضوع دوت وركبنا محطه في حته في المنيا. انا شفت فلاح جه قاعد جنب المحطه وقعد يبكي. بتبكي ليه؟ قال لي نفسي اركب واحده زيها، انا نفسي اركب واحده زيها. حضرتك تخيلي انه من واحد بيدفع كل ساعه فلوس للجاز، صوت سيء جدا بتاع صوت المكنه اللي شغاله، عماله تلوث الارض تحتها، عايزه قطع غيار، بتعطل كتير، لحاجه شغاله مع زي ما بيقولوا كده جايبه الطاقه بتاعتها من عند ربنا، عماله تطلع الميه وقت ما هو عايز بالكميه اللي هو عايزها، بدون صوت، بدون مشاكل، بدون اي صيانه، كل اللي عليه ان هو كل اسبوعين بيجيب قماشه كده زي ما بنمسح ازازه العربيه، بيمسح شويه الازاز ويكمل شغله ولا كان في حاجه. عيل صغير عنده 10 سنين ابنه بيجيبه يقول له يقعد يقول له اتك على الزرار ده وتشغله خلاص انتهى وبيسيبها ويمشي، ما بيقعدش جنبها. فطبعا الموضوع استخدام الطاقه الشمسيه في الزراعه اعتقد من انجح التطبيقات اللي اتعملت في مصر. وطبعا قدرنا يعني وفكره الوعي كمان وعرض بقى تجارب النجاح. ما هو الفلاح او اي واحد الفلاح ده مستثمر، اي مستثمر عايز يركب محطه طاقه شمسيه مش هيركبها الا ما يشوف المحطه ناجحه في مكان ما. يعني يروح في مكان ما ويطمن ويشوفها ويقول له ويسال الراجل ويتنه مراقب هل هي شغاله عنده، هل هو عارف يشغلها، هل عطلت منه، هل حصل فيها مشاكل، لحد ما اعتبر ان ديت انا دوره تدريبيه طبيعيه. هو اوتوماتيك بيروح
بيتعلم من جاره ان الموضوع ده، وبتدي تتناقل الاخبار. الناس بتنقل مع بعض زي ما بينقلوا الاشاعات كده، بينقلوا برضو الاخبار الحقيقيه، تتنقل الاخبار الحقيقيه بينهم من بعض كلهم، وبص لهم في الاخر. بس دي نقل اخبار بقى ايجابيه. ما انا بقول دي اخبار حقيقيه. اخبار ايجابيه. دي اخبار حقيقيه. فطبعا نقل الاخبار الحقيقيه ده الناس بتبتدي تتناقل، وبتبتدي يعرفوا الصح من الغلط، ويعرفوا الغش فين بتاعها، ممكن تتغش ازاي، وممكن تشتغل صح ازاي، وبالتالي وصلنا لنتيجه ان ممكن يبقى في غش ازاي يا دكتور؟ الغش في طبعا في عمليه الحسابات بتاعتها. انه يبسط الموضوع عليه مثلا، بحيث انه في الاخر يبص يلاقي الراجل عنده شورتج في كميه الميه اللي طالعه. لازم يتعمل له حسابات يعني. واحد بيركب محطه طاقه شمسيه، بيجيب الواح مش معتمده ده ويركبها، تيجي بعد سنتين ثلاثه ويبتدي يحصل فيها كراكس، يحصل فيها مشاكل. لكن لما اجيب حاجه معتمده وحاجه معروفه وحاجه ثابته في السوق وحاجه واخده شهادات جوده، اقدر اقول انها هتكمل معايا 20 25 سنه. صحيح، حتى لو كانت غاليه لكن هي مستمره. بالظبط. ما المشكله مش هركب محطه تبوظ بعد سنتين. انا عامل حسابي انها اورثها لاولادي. يعني 25 سنه يعني انا مش موجود، وابني هيجي يكمل الشغل بيها. لكن اجي بعد سنتين ابص الجوده بقى والمعايير العالميه. هي دي الجوده. طبعا احنا عندنا معايير جوده وهيئه الطاقه الجديده والمتجدده. عامله معايير كتير جدا للحاجات ديت، والناس ممكن ترجع فيها لهيئه الطاقه الجديده والمتجدده عشان تقدر توصل لنتائج كويسه. ونقدر نقول ان احنا لان انا جيت في فتره من الفترات بعد عمليات الغش كترت، لان الناس ابتدت تخش فيها بدون وعي، فبقيت انه بقول لهم انتوا بتشوهوا شكل الطاقه الشمسيه. سمعه الطاقه الشمسيه بتتشوه. فلازم الناس تاخد بالها. وفعلا الحمد لله يعني مرحله وعدت، والسوق نفسه ابتدى يطرد الناس اللي غشاشين، وابتدت تبقى في ناس معروفه بتشتغل وبتقدر تراكب محطات تعيش الفتره كلها. يعني الواحد انا يعني ما ابقى راكب محطه مثلا من 2013 2014 وتعيش 25 سنه، تعيش المفروض اللايف تايم بتاعها 25 سنه. يعني 25 سنه انا بنتكلم في لايف تايم 25 ييرز. يعني دلوقتي بنتكلم 30 ييرز داخلين في ال 30، لكن خلينا نتكلم في 25 سنه. يعني بتكلم في محطه شغاله 25 سنه بتشتغل بدون كلل ولا ملل. بدون ما حصل، ما دام ما حصلهاش اي تكسير، حدش قام بعمليات تخريب فيها، ما عملش، خلاص هي شغاله مع نفسها وخلاص. فطبعا هي حاجه جميله جدا. يعني تخيلي ان سلاسل الذهب اللي لازم من الشمس بتطلع لك كهرباء بفلوس. يعني الشمس اللي احنا انت حضرتك ماشيه متضايقه منها وعماله ماسكه طاقيه وماسكه شمسيه، لا ليها فوائد كبيره. لا دي فلوس بتقع على الارض. انا دايما اقول كده، انا في محاضراتي دايما اقول لهم دي فلوس بتقع مننا على الارض، فلوس بتقع ومحدش بيلحق يلمها. يعني انت ما رحتيش تاخديها قبل ما تنزل الارض، ضاعت منك الفلوس. فمجمع بنبان مثلا 40 كيلو متر مش سايب شعاع شمس واحد يقع على الارض، كل الاشعه اللي في الشمس بيجمعها وفوائد الاقتصاد بقى، فوائد اقتصاديه في كل المجالات. طبعا يعني تخيلي شكل العالم لما يكون بيستخدم طاقات متجدده بهذا الشكل. اكيد. بدون تكاليف وبدون مشاكل وبدون اضرار على البيئه. وبدون اضرار على البيئه. طيب دكتور احمد، يعني اخيرا برضو عايزين نتكلم، لازم نتكلم عن مشروعات الهيدروجين الاخضر. الحقيقه انه الهيدروجين الاخضر بيحظى بيه اهتمام كبير، يعني ومصر متجهه نحو الهيدروجين الاخضر. ازاي شايف اهميته، اهم التجارب الدوليه بقى في هذا المجال؟ ايه هو الهيدروجين الاخضر الاول؟ الهيدروجين الاخضر يعني طبعا هو عباره عن ناتج التحلل الكهربي لل H2O او الميه للهيدروجين والاكسجين. الهيدروجين والاكسجين لما بحول لهم مع بعض بينطلق الاكسجين في الجو، ودي حاجه كويسه، دي ميزه كويسه بدل ما اطلع ثاني اكسيد الكربون. وفي نفس الوقت الهيدروجين باخده وبجمعه بطرق امنه، وبنقله لاماكن تجميع برضو امنه، وبعدين استخدمه في الصناعات زي صناعه الامونيا الخضراء. استخدمه في كطاقه، ممكن استخدمه كطاقه، لان انا مجرد ما يشتعل بيروح يسحب الاكسجين من الجو ويكون هيدروجين مع اكسجين يطلع ميه. فالناتج النهائي بتاعه هو H2O، بخار ميه، ما بيأثرش على حاجه في الجو. لذلك في اهتمام عالمي بمساله، بس على الرغم انه في تحديات يعني خاصه بارتفاع يعني تكلفته، كم هائل من الكهرباء وعقبات النقل والتخزين. حته كم هائل من الكهرباء، لما تقولي هيدروجين اخضر يبقى انا هطلع الكهرباء بتاعته من مصدر اخضر. طيب اوكي، ماذا عن بقى يبقى انا هربت من الحته بتاعت التكنولوجيا المستخدمه والنقل والتخزين. التكنولوجيا اعتقد ان في شركات كتير في العالم دلوقتي بتشتغل في الهيدروجين الاخضر. واعتقد انهم وفي تجارب دوليه كتير، في تجارب دوليه كتير طبعا. ومصر اصلا برضو هرجع تاني حته الميزه النسبيه. صحيح. عندك سواحل 3000 كيلو. صحيح. يعني عندك ميه وعندك شمس. عندنا مصر في يعني ميزه نسبيه كتير. بنعمل ايه طيب؟ بنعمل اكتر من كده. فطبعا لا طبعا مصر مؤهله. وعلى فكره السعوديه بتنافسنا بشده، لان السعوديه عندها شمس برضو وعندها سواحل
مراحل كتير برضو. لكن برضو هتبقى برضو الميزة النسبية بتاعتنا تاني ان احنا عندنا عمالة وعندنا ايدي عاملة وعندنا اي عقول مفكرة بشكل ممتاز جدا، وناس عندنا علماء كتير جدا، وعندنا مهندسين متخصصين ومستعدين يتلقوا التكنولوجيا ديت في لا زمن. فاحنا عندنا مميزات نسبيه كتير، عشان كده احنا مؤهلين ان احنا نقود المنطقه بتاعتنا كلها في مجال الطاقات المتجدده ان شاء الله. دكتور احمد حجازي خبير الطاقات المتجدده، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار. بشكر كل الساده المشاهدين والى اللقاء.